النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG، الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، المهنية للاستثمارات العقارية. مشاهدينا، أسعد الله أوقاتكم. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام الأسبوع القادم بإذن الله. يوم الأحد إن شاء الله انخفاض أو بداية لانخفاض تدريجي وطفيف على درجات الحرارة، لكن تبقى درجات الحرارة يوم الأحد أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة. المناطق الشمالية 31-21، والمناطق الوسطى العظمى 30 والصغرى 18، يعني حول معدلها في مثل هذا الوقت من السنة. المناطق المرتفعات الجنوبية 29-16، البادية الجنوبية الشرقية 34-19، أجواء حارة نسبيا. خليج العقبة استمرار الأجواء الحارة في العقبة 43-27، أيضا الرويشد أجواء مغبرة ودرجة الحرارة العظمى أجواء حارة ومغبرة، والعظمى المتوقعة 39 والصغرى 19 درجة مئوية. يوم الاثنين إن شاء الله انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة، أيضا تظهر السحب المنخفضة خاصة في المناطق الشمالية والوسطى، أيضا هناك فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر في المناطق الشمالية، قد تصل لبعض المناطق الوسطى، والحرارة العظمى في المناطق الشمالية بحدود 28 درجة مئوية، المرتفعات الوسطى 24-18، المرتفعات الجنوبية 24-16، والبادية الجنوبية 28-18 درجة مئوية. العقبة انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة، يعني بتنزل من 43-38 العظمى والصغرى 26 درجة مئوية. في الرويشد أجواء حارة نسبيا 34-18، لكن أقل درجات الحرارة من يوم الأحد بإذن الله. أما يوم الثلاثاء ارتفاع قليل، يعني ممكن ترتفع درجة إلى درجتين عما ستصل إلى يوم الاثنين. بتكون الأجواء تقريبا معتدلة في النهار في الليل في معظم مناطق المملكة. المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 29 والصغرى 19، المرتفعات عمان والمناطق الوسطى 26-18، المرتفعات الجنوبية 25-17، العقبة 38-27، أجواء حارة. منطقة البادية الجنوبية الشرقية 29-18، والبادية الشرقية 34-19 درجة مئوية. يوم الأربعاء ارتفاع آخر أو تشبه أجواء يوم الثلاثاء، أجواء تقريبا معتدلة، درجات الحرارة قريبة من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة. المناطق الشمالية 29-20، المناطق والمرتفعات الجبلية الوسطى 26-19، المناطق والمرتفعات الجنوبية 25-17، خليج العقبة 37-27، ومنطقة البادية الجنوبية الشرقية 30-20، والبادية الشرقية والرويشد أجواء حارة نسبيا 36-20. يعني بتبقى الأجواء تقريبا حارة نسبيا في مناطق الأغوار والعقبة وأيضا البادية الشرقية. يوم الخميس بإذن الله إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة، الارتفاع بداية الارتفاع تدريجي، الأجواء بتكون تقريبا أعلى من درجات الحرارة أعلى من معدلاتها، أجواء معتدلة إلى حارة نسبيا. المناطق الشمالية 31-20، المرتفعات الوسطى 27-20، المرتفعات الجنوبية 26-17، العقبة 37-27، والبادية الجنوبية الشرقية 32-22، والبادية الشرقية أجواء حارة نسبيا إلى حارة 36-23 درجة مئوية. يوم الجمعة ارتفاع آخر على درجات الحرارة، أجواء حارة، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة ما بين 3-5 درجات مئوية، في حين أن معدل درجة الحرارة العظمى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو 30 درجة مئوية،
ومعدل الصورة هو 18 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة في المناطق الشمالية 34-21، المرتفعات الوسطى 30-19، المرتفعات الجنوبية 27-17، البادية الجنوبية أجواء حارة نسبيا 34-19، خليج العقبة أجواء حارة 40-27، والرويشد والمناطق الشرقية أجواء شديدة الحرارة 44-23 درجة مئوية. مشاهدينا، شكرا لمتابعتكم، ولكم تحية من طقس العرب، ونترككم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية.